مسامير وصواميل وأسلاك وسيور معدنية من الحديد والنحاس والألومنيوم ليست جديدة بل من الخردة القديمة، أشياء قد تبدو للكثيرين ليست لها قيمة، ولكن مصطفى حولها بأنامله ومعداته البسيطة إلى أشكال ومجسمات في رحلة تحد استحق من خلالها أن يلقب بساحر الخردة. اسمي مصطفى أمين، من اسكندرية، عندي 34 سنة، خريج صنايعي 5 سنين، دخلت كلية تربية عام قسم الرياضيات بس ما كملتش لسبب معين يعني. حاليا أنا بشتغل، عندي محل عدد ومسامير، وفي نفس الوقت بعمل صيانة للعدد الكهربائية وكده. هي مجسمات وفي نفس الوقت أنا بسميها التحف من الخردة، أو تحويل الخردة لتحف فنية. الفكرة جات لي من الفراغ، من وقت الفراغ، ان انا بيبقى عندي، لقيت ان عندي خرده كتير، ان انا ممكن اشكلها في حاجه فنيه. رحله تعب وتحد قام بها ساحر الخرده من اجل تحقيق حلمه في ان يرى الخرده المهمله قد تحولت الى طائرات ولودارات وفرق موسيقيه. بدات ان انا اعمل اول نموذج، كان زي حد شخص يعني بيدي ورده لحبيبته يعني. طبعا دي في الاول كانت شكلها غريب يعني، ما كانتش كويسه يعني. مع الوقت بدأت أطور الموضوع، وبدأت إن أنا أدخل بدل ما يبقى حديد بس، كان في قطع من الخشب، قطع من الصاج. مع الوقت بدأ الموضوع يعني ياخد شكل أحسن. نفسي أعمل حاجة يعني تتمثل في إعادة التدوير، في فكرة إعادة التدوير في مجسم يتحط مثلا في ميدان، وتبقى الناس تعرف إزاي ممكن نستفيد من إعادة التدوير ديت في مجسم من الخردة أو كده يعني. أحلام بدأها بالمجسمات الصغيرة وسط أمنيات أن يراها تزين شوارع الإسكندرية، فهل يتحقق الحلم؟